في مؤتمره السياسي الثاني حزب الاتحاد وتغيير الموريتاني المعارض يؤكد تمسكه بالحوار كشرط لخروج البلاد من أزمتها السياسية. تعديل في مجلس الوزراء الموريتاني يطال 3 حقائب ويخرج وزيرين من تشكيلة الحكومة. مالي تشدد المواجهات بين منسقية الحركات الأزوادية وميليشيات تابعة لباماكو، عودة متسارعة لمربع العنف. تنظيم داعش يتبنى الهجوم الانتحاري على مسجد علي بن أبي طالب بالعربية السعودية. إنما كنتم مشاهدينا الكرام، حياكم الله، أهلا بكم إلى تفاصيل فترتنا المسائية أخبار الساحل والتي تأتيك من العاصمة الموريتانية نواكشوط. 3 حقائب إحداها سيادية هي حصيلة التعديل الوزاري المفاجئ. ما كان متوقعا حسب المراقبين هو خروج سيدي ولتاه من التشكيلة الوزارية نتيجة انتخابه مديرا عاما للمصرف العربي للتنمية الاقتصادية بإفريقيا. وزارة العدل كانت من نصيب المحامي إبراهيم ملداداه المستشار القانوني لرئاسة الجمهورية. عودة السيد أحمد وللرئيس بقوة إلى الحكومة يفند المزاعم بأن الرجل مغضوب عليه، في حين أن إسناد حقيبة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي ذات المشاريع الضخمة يزيد حتما من المسؤوليات الملقاة على عاتق الوزير سيدي ولي الزين نظرا للمشاريع البنى التحتية والإسكان التي تقوم الحكومة الموريتانية بتنفيذها. يذكر أن هذا التعديل هو الثاني من نوعه على حكومة يحيى والحدامين منذ تشكيلتها بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة. قال رئيس حزب الاتحاد وتغيير الموريتاني حاتم صالح الحنانة إن الحوار الجدي هو الطريق الوحيد للخروج من ما وصفها بالأزمة التي تعيشها موريتانيا. وأضاف الحنانة خلال كلمة الافتتاحية للمؤتمر الثاني لحزبه أن بارقة أمل في الحوار تلوح من جديد. تظهر التجارب المتتالية أن الحوار لم يكن بالنسبة له إلا ذرا للرماد في العيون حتى يتسنى له المضي قدما في مشروعه الإحاد الإقتصادي. وبذلك تكون الأزمة السياسية وصلت إلى أوجها، وإن كان قد لاح في آخر النفق ضوء خافت من خلال إعلان النظام عن استعداده للحوار من جديد، وهو ما نتمنى كما يتمنى كل الموريتانيين أن يكون صادقا هذه المرة، باعتبار الحوار الجدي والشامل هو الطريق الوحيد لتجاوز هذا الواقع المر والأليم. مؤتمر حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني حاتم تميز بحضور شخصيات سياسية وعلمية موريتانية ودولية، وكان مناسبة للحزب جدد فيها مواقفه السياسية المعارضة والداعية للحوار. قراءة في مضامين مؤتمر حزب حاتم وأهم مواقفه نتابعها في تقرير سيدي محمد ولاجيون. المؤتمر الثاني لحزب الاتحاد والتغيير المعارض بنواكشوط العاصمة كان فرصة للحزب لتقديم رؤيته وتقييمه للوضعية العامة لموريتانيا خلال السنوات التي رأى فيها الحزب النور منذ مايو عام 2008. رئيس الحزب صالح الحنان تحدث قائلا بأن أداء منسقية المعارضة السابقة ظل يتأرجح بين الصعود والهبوط حتى تمخض عن ذلك النضال قطب المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، حاملا المشعل ومواصلا النضال رغم إكراهات الواقع وترغيب وترهيب النظام، واصفا دور حزبه خلال كل هذه المحطات بأنه ظل طلائعيا ومشهودا، وأنه خلال الاستحقاقات الأخيرة التي شهدتها البلاد رغم المقاطعة والمهزلة السياسية كانت نموذجا لتكريس الفئوية والطائفية في الخطاب السياسي وترتيب بعض المسرحيات الاستحقاقية لإيهام الرأي العام الوطني والدولي بالسعي للحوار، في الوقت الذي يقول صالح لم يكن الحوار بالنسبة للضفة الأخرى سوى ذر للرماد في العيون كي يتسنى المضي في مشروع الأحادية والإقصاء. اليوم يرى حزب حاتم أن في آخر النفق ضوء خابت من خلال إعلان النظام الاستعداد من جديد للدخول في الحوار، وهو ما نتمناه، يقول الناطق باسم الحزب، أن يكون صادقا هذه المرة باعتبار الحوار الجدي والشامل هو الطريق الوحيد لتجاوز هذا الواقع. ترى هل النبرة العالية للحزب هذه المرة في تحليل الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي هي وسيلة الساسة المعارضين في موريتانيا لتفهيم ضرورة الحوار، أم أن المواطن الموريتاني سيبقى رهين تحاليل الساسة وتقرير المصير دون ما إشراك أو علم حتى بواقعه إلا بما يقول الساسة على اختلافهم؟ يذكر أن قيادة حزب حاتم قبل انصهارها في العمل السياسي السلمي المطالب بضرورة الحوار كحل سياسي مجتمعي شاركت في محاولات انقلابية على أبرزها عام 2003 في عهد نظام الرئيس الأسبق معاوية والسيد أحمد الطايع ففشلت.
فهل يستطيع من آمن بالانقلاب كحل سياسي أن يتيقن اليوم أن التعددية السياسية والحوار بارقة أمل في بلد يعاني سدادا سياسيا يقر به الكثير من المعارضين؟ عينت الهيئة الإسلامية العالمية للمحامين نقيب المحامين الموريتانيين الشيخ والهندي عضوا في مجلس إدارتها. ومن المقرر أن يشارك النقيب في اجتماع تعقده الهيئة التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي في مدينة اسطنبول مطلع الشهر المقبل. وتسعى الهيئة الإسلامية العالمية للمحامين التي تم إنشاؤها عام 2010 بعد موجة الإساءات للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، تسعى إلى الدفاع عن الإسلام ومقدساته وقضاياه ورموزه. نفى وزير الصيد الموريتاني ناني الشروق خلال آخر مؤتمر صحفي له عقب اجتماع مجلس الوزراء الموريتاني خلو التحليلات التي تم إجراؤها على عينات البقع الزيتية التي لوحظ تسربها في المجاري البحري الموريتاني، نفى أن تكون لها أي أضرار على الثروة السمكية. وأكد الشروق سلامة الشواطئ الموريتانية وخلوها من التلوث الناتج عن تسرب الزيوت. المواطنين نختار نطمئنهم عن جميع التحاليل اللي خرجت وعلن ما فيه أي تلوث موجود في موريتان، وإن جميع التحاليل اللي خرجت إنها إيجابية ولا تشير على أي تلوث لا للتربة لا للماء لا للمنتوش. اتفقت موريتانيا والسنغال على خطة استراتيجية تسهل الانتجاع للمواشي بين موريتانيا والسنغال. محضر الاتفاق شمل خطة فنية لتنظيم وإحصاء القطعان المنتجعة. الاتفاق جاء خلال الدورة الرابعة للجنة الاستشارية الموريتانية السنغالية المنعقدة في نواكشوط. وأشادت وزيرة البيطرة السنغالية أمينتا بيانغ بجهود موريتانيا في تزويد الأسواق السنغالية بالأضاحي خلال السنوات الماضية، منبهة إلى أن الاجتماع المقبل للجنة الاستشارية حول الانتجاع سيعقد في دكار سنة 2016. وإلى ولاية الترارزة، حيث يقوم سكان بلدية تيغند بحملة نظافة لمدينة تهدف إلى إزالة الأوساخ والقمامة. وكافة الإجراءات المتخذة أنها تعود إن شاء الله على المستوى من هذه العملية الشاملة اللي يقام بها في بناء وترميم مؤسسات التعليم، كذلك برمجة موجودة على مستوى الولاية يمكنكم تطلع عليها في الإنشاء وفي الترميم للمؤسسات اللي تندار في مستوى الولاية، وتعود مثلا تعبر عن الاهتمامات اللي عاطفها خانة رئيس الجمهورية للتعليم. وفي المجال الصحي دور تعود لاحظت وعن الحمد لله تحسن كبير، لأن يعني على مستوى العاصمة شفتوا مركز استطباب الجهوي اللي موجود الآن في الكيلومتر 7، والمصحات اللي تم بنائها لا يتم تدشينها خلال الزيارة في الأيام القادمة، والتجهيزات اللي تم تعميمها على كافة المنشآت الصحية على مستوى الولاية وضرك قيد التجهيز. ونبقى مشاهدينا الكرام دائما في تيغند، حيث استطلعت كاميرا الساحل عينة من آراء المواطنين هناك، نتابع. زربوا بين القصرات، اذا تخطيطنا قاعد بلا فايده، لان اللي زربوا بين القصرات قفلوا علينا التراب ما ترين نقدروا نوصل لهم، لا جهنا ولا شيء جانا منهم. هذه وحده. وقضيه النقل هون ما هي متنظمه شوي ولا ياسر. تعبانه. يجوها الوتات من كل بلد. ما فيهم واحد قليله واحد منهم عندها خط، واحنا ناقلين وعندنا تواقطنا وقاطعين الضرائب. وتوقف احنا وتضايقنا، الشد ما يصح. وهذا هو العمدي بعد من على قضية النقل. ولنا مشاهدينا الكرام نفتح نافذتنا اليومية على التعليم الطريق إلى الإصلاح. أهلا.
أهلا بكم من جديد. أشرفت السنة الدراسية في موريتانيا على نهايتها، وذلك بقرب موعد إجراء الاختبارات النهائية بمعظم المدارس على عموم التراب الوطني. عام من التحصيل العلمي يتفاوت الطلاب في تقييمه بين من يحصل العلوم والمعارف ليتمكن من النجاح والتجاوز، وبين من يتعلم للحصول على رصيد معرفي. عائشة سيدي عبد الله ومزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. عند الامتحان يكرم المرء أو يهان، مقولة تجسد واقع التلميذ وهو يجلس بين يدي رصيده المعرفي يستعطف ذاكرته من أجل الحصول على بعض المعلومات المتناثرة هنا وهناك. فقد بدأ موسم الحصاد وبدأت معه الحسرة على الوقت الذي تم تضييعه بعيدا عن محراب المناهج التربوية. جل التلاميذ لا يبدأون بالمذاكرة أو المراجعة إلا قبل يوم أو يومين على الأكثر من بدء الامتحانات، وهو ما ينعكس سلبا على الطالب لتكون الدراسة بالنسبة له ما هي إلا عبارة عن مرحلة تجاوز تمر على المعرفة مرور الكرام. بالنسبة لهذا التلاميذ اللي راجع من بداية السنة لنهايتها، أو أراي عنهم هم اللي قدوا يبقوا معهم المعلومات ويستفادوا من القراءة، مو الترك اللي راجع علمني وفتي الحق الامتحانات لا متعبين روسهم وخارفهم لا استراحة. يمثل مفهوم التحصيل الدراسي قياس قدرة الطالب على استيعاب المواد الدراسية المقررة ومدى قدرته على تطبيقها عن طريق الامتحانات التقييمية الشفوية والكتابية التي تتم خلال السنة الدراسية لمعرفة القدرات الفردية للطلبة. ضعف التحصيل المعرفي يعود لأسباب متعددة، منها حالة الطالب النفسية والجسمانية والعقلية، ومنها ما يخص ظروف المدرسة كالوسائل التعليمية المتاحة، ومنها ما يخص علاقته الأسرية التي تندرج في إطار المحيط الاجتماعي ومدى تفاعله. سنن التعلم والتعليم إذن مختلفة، تتمثل لدى البعض في هاجس التجاوز بل واللجوء إلى الاختلاس لتعويض النقص المعرفي تارة، وهو أمر لا يخدم أجيال المستقبل ومستقبل التعليم. هناك قسم يراجع من أجل أن ينجح، أن يتجاوز السنة الدراسية أو أن يتجاوز الامتحان أو أن يحصل على نقاط متميزة. ربما قد يعود هذه المراجعة قد تعود أكثر هي اختلاس، والله أكثر هي استعداد الاختلاس من الاستعداد للقراية، والله المراجعة المطالعة. ظاهرة تدني التحصيل العلمي والسعي إلى التجاوز إلى المرحلة الموالية تمثل إشكالية تفرض نفسها على النظام التربوي حسب بعض المتابعين، والذين يرون ضرورة أن تولى هذه المسألة مزيدا من الاهتمام. فإصلاح التعليم وإن كان يشكل هدفا رئيسيا للقائمين والمساهمين في المنظومة التربوية، إلا أنه يستدعي تكاملا أيضا في الجهود والأدوار بما يكفل مشاركة المجتمع والأسرة بفعالية في هذه المهمة. وإلى الشأن المالي ضمن أخبار الساحل، حيث تشددت المعارك يوم أمس الجمعة واليوم السبت بين قوات تابعة لمنسقية الحركات الأصوادية وميليشيات تابعة لباموكو سقط خلالها قتلى من الطرفين. وهي التطورات الميدانية التي تأتي بعد أقل من أسبوع من توقيع اتفاق باموكو. عن تطورات الوضع في الشمال المالي نتابع التقرير التالي الذي عده محمد الددة وتقرأه نسيها من الخرشي. عودة قوية للعنف من جديد في مالي الذي لم يكاد يستفق من الحرب الدائرة في منكبه الشمالي. الحرب هذه تدور في محيط مدينة منكا شمال مالي بين منسقية الحركات الأزوادية الرافضة لتوقيع اتفاق لا يمثل طموحاتها ومن تصفهم بالميليشيات الموالية للحكومة المالية. الاشتباكات هذه المرة وصفت بالعنيفة بين الطرفين استمرت ليوم كامل، ولم يمكن ظلام الليل من حصر خسائرها النهائية. رقعة الاقتتال في الشمال المالي وصلت هذه المرة أيضا إلى حدود نيجيريا، حيث هاجمت تقول المصادر الميدانية قوات تابعة لمنسقية الحركات الأزوادية مدينة تيسي الواقعة 50 كيلومترا من حدود نيجيريا. المواجهات الأخيرة أدت إلى موجات نزوح جماعي للسكان المحليين وصفت بالكبيرة، بعد أن أعدم الجيش المالي 15 شخصا وصفوا بالمدنيين.
وكانت مصادر محلية طبية كشفت أمس عن مقتل 35 شخصا، في حين تقول ذات المصادر إن شخصا واحدا من منسقية الحركات الأزوادية قتل وأصيب 6 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة. ولم تسلم معسكرات تابعة للقوات الدولية لحفظ السلام في مالي من تبعات الاشتباكات، حيث سقطت 6 قذائف هاون على مقر تابع لها في مدينة بيير شرق تيمبوكتو 60 كيلومترا دون أن توقع خسائر. هي إذن عودة قوية لذات الصفيح الساخن بين مالي والحركات الأزوادية، تثبت ربما جملة مفادها أن أي توقيع لاتفاق سلام لا يقبله الجميع يعيد الوضع إلى سابق عهده. وللتعليق مشاهدينا الكرام على تطورات الوضع الميداني في مالي، يسعدنا ان نستضيف في الاستديو الكاتب والصحفي والباحث المهتم بالشؤون الافريقيه عبد الله مامادوبا. اهلا بكم ضيفي الكريم وشكرا لكم على تلبيه الدعوه. شكرا على الاستضافه. الشمال عبد الله، عقب اتفاق باماكو الذي حضرته موريتانيا، كيف تقرؤون مآلات الوضع ورهانات عوده مالي الى مربع التوتر بعد تشدد الاشتباكات؟ شكرا. للأسف الشديد مالي بعد اتفاق 15 مايو في باماكو، اتفاق سلام الموقع يعني الموقع في الجزائر أو الذي تم التوصل إليه بعد محادثات الجزائر في فاتح مارس، وقع يوم 15 مايو في باماكو، ولكنه للأسف الشديد وقع من طرف يكاد يكون موقعا من طرف واحد رغم الحضور الدولي الكبير ورغم توافد العديد من الرؤساء والعديد من ممثلي المنظمات الدولية المهتمة بالشأن على باماكو. والواقع أن منسقية الحركات الأزوادية لم ترفض التوقيع، ولكنها تتحفظ على التوقيع في الصيغة الحالية للاتفاق، إذ أنها في يوم 14 مايو وقعت بالأحرف الأولى في الجزائر، وهذا ما يعني موافقة المبدئية على الاتفاق كإطار، ولكنها ترفض التوقيع نهائيا على الاتفاق قبل أن يصار إلى محادثات جديدة، وهذا ما تسعى إليه. والحقيقة كذلك أن الأطراف تحاول أن تفرض نوعا جديدا من موازين القوى، إذ في نهاية شهر أبريل قامت وحدات من الميليشيات المقربة من باماكو، وهي المسمى بميليشيات كاتشا، التي تتكون أساسا من عناصر من منحدرة من القبائل التارجية وبعض القبائل العربية، هاجمت منكا في نهاية شهر أبريل كما قلت، وبعد ذلك قامت منسقية بالرد بالقيام بعمليات عسكرية وعمليات مسلحة في العديد من المناطق في الحدود الموريتانية على مستوى بير، غوندام، ليري، ديري، مناكا، ديري وأخذ ذلك من القرى والمدن القريبة من الحدود الموريتانية. وبالتالي أعتقد بأن تلك الموجة هي التي تستمر حتى الآن، وتسعى الأمم المتحدة وتسعى بعض الأطراف المشاركة في الوساطة إلى أن تعود الأطراف إلى حالة ما قبل 24 مايو 2014، وأن تعود إلى وقف إطلاق النار. سأسمحكم أستاذ عبد الله على المقاطعة، تحدثتم على أن هذه الحركات وقعت بالحروف الأولى في الجزائر، لكنها ترفض التوقيع على الصيغة النهائية، تتحفظ على الصيغة النهائية ما لم تحدث هناك كما تقولون محادثات جديدة. ما طبيعة هذه المحادثات؟ أعتقد بأن منسقية الحركات الأزوادية تعتبر بأن الاتفاق لم يفي بكل المطالب التي كانت تسعى للحصول إليها من خلال المباحثات، وبالتالي تريد أن تعمق بعض النقاط التي وردت في الاتفاق، خاصة منها المتعلقة باللامركزية الإدارية الموسعة، صياغ تطبيقها خاصة في بعض المناطق، وصياغ إعادة دمج بعض العناصر التي كانت الموجودة الآن في إطار هذه الحركات في الحياة النشطة في مالي، سواء من خلال إعادة دمجها في الجيش وفي عناصر الأمن وفي الإدارة، وطبيعة المشاريع التي ستخلق من أجل استقطاب كل هذه العناصر. بالتالي أعتقد بأن هنالك مجموعة من النقاط التي ما زالت الحركة المنسقية تتحفظ عليها، وتسعى المجموعة الدولية من خلال الوسيط الجزائري والشركاء في الوساطة، إذا اجتمعوا قبل يومين أعتقد يوم 19 في باماكو، وقرروا في أن يعقدوا في عقد اجتماع آخر يوم 30 مايو في الجزائر، واستدعى كافة الأطراف لمحاولة النظر في الصيغة الأنجع لكي يتوصل الطرف الآخر أي المنسقية وما يجري في فلكها لتوقع على الاتفاق كإطار
يمكن من خلاله أن تتم كل مناقشة كل القضايا العالقة والسير إلى تطبيق الاتفاق. أستاذ عبد الله، كيف هنا يمكن لموريتانيا أن تكون يعني دولة مشاركة من جديد في استكمالها ودورها في استكمال دورها الإصلاحي، خاصة أن الرئيس محمد عبد العزيز كان له دور عندما كان رئيس الاتحاد الإفريقي، كانت له مشاركة من خلال تلك الرئاسة في حلحلة الوضع آنذاك وعودة المياه إلى مجاريها. كيف من جديد يمكن لموريتانيا أن تكون فاعلا ومشاركا في متابعة هذا الدور؟ الرئيس الموريتاني والذي أشرف على اتفاق 24 مايو في 2014 في كيدال باعتباره رئيسا دوليا لمنظمة الاتحاد الأفريقي، وأعتقد بأن موريتانيا من كل النواحي لها في أيديها الكثير من الأوراق التي يمكن أن تتقدم بها من أجل المساعدة في ترسيخ أولا الاتفاق، في أن يتوصل الأطراف إلى صيغة جديدة يمكن من خلالها أن يصار إلى، لا أقول إلى محادثات جديدة، لأن الاتفاق والتوقيع عليه بالأحرف الأولى يغلق كل باب أمام مفاوضات جديدة، ولكن أن يصار إلى أن توقع المنسقية وأن يكون الإطار الاتفاق الجزائر الذي شاركت موريتانيا في صياغته وفي حتى في كل المراحل التي مر بها، حتى يصار إلى أن يعود كل الأطراف الماليين إلى وضعية ما قبل 14 أو ما قبل نهاية إبريل قبل انتهاك وقف إطلاق النار، وأن يصار كذلك إلى صياغة برنامج تشارك في كل الدول الإقليمية في إطار دول الساحل الخمس الجيسانك التي تجمع موريتانيا وبوركينا فاسو والنيجر ومالي، حول آلية جديدة من أجل أن يعود السلام إلى شمال مالي، لأنه بغياب أي سلام في شمال مالي لا يمكن لأي دولة من الدول المجاورة أن تنعم بالسلام، بل إن انفجار الوضع في شمال مالي كما حدث في 2012 العودة إلى المربع الأول كما ورد في تقريركم يهدد كافة دول المنطقة بكل كسؤال أخير أستاذ عبد الله، كيف ترون مستقبل الاتفاق مع الحركات الأصوادية المنضوية تحت الحركات الأصوادية والتي تقول إن هذا الاتفاق لا يمثلها وإنما هو اتفاق مالي بامتياز ولا يمثل طموحاتها ولا تطلعاتها؟ لا، هو التوقيع قد لا يمثلها، هو التوقيع يوم 15 مايو قد لا يمثلها، ولكن الاتفاق باعتبارها من طرف كان طرفا فيه على مدة 9 أشهر أعتقد بأنه في كثير من نقاطه يمثلها وإن كان لا يرضيها تماما. إذا استمعت إلى الجانب الآخر إلى الجانب المالي يقول لك بأنه اتفاق سيء ولكنه أفضل من لا شيء، الواقع فرضه، الواقع أعتقد بأن الواقع يفرض على كل الأطراف بأن تنظر إلى الاتفاق بأن تأخذ منه ما يفيدها وأن تعزز من مركزها، خاصة من خلال هذا الاتفاق أن تعزز من مركزها وأن تجعل من ما تحصل ما تم التوصل إليه من الآن من خلال اللامركزية الموسعة أن يحاول الإخوة في أصوات أن يستغلوا هذه الفترة وأن يسعوا إلى إنهاء يعني المشاكل والمآسي التي يعيشها السكان في شمال مالي، لأنه في المحصلة السكان في شمال مالي هم الذين يدفعون للأسف الشديد الثمن غاليا لكل هذا الوضع المتوتر ولكل هذه الأزمات. الكاتب والصحفي والباحث المهتم بالشؤون الإفريقية الأستاذ عبد الله مامدوبا، كنت ضيفنا في النشرة، شكرا جزيلا لكم. شكرا. تبنى تنظيم دولة الإسلامية داعش أمس الجمعة هجوم الانتحار في مسجد علي بن أبي طالب بمنطقة القطفية والذي راح ضحيته العشرات، وأعلن التنظيم في بيان له مسؤوليته عن التفجير الذي استهدف مسجدا ببلدة القديح في محافظة القطفية الجمعة، كما نشر صورة منفذ العملية الذي فجر حزامه الناسف داخل المسجد، وأفادت وسائل إعلام سعودية بارتفاع عدد قتلى التفجير إلى 21 شخصا إضافة إلى نحو 100 جريح. هذا ووجه الرئيس الموريتاني محمد عبد العزيز برقية تعزية إلى الملك سلمان بن عبد العزيز يعزيه فيها في من قضوا في التفجير. أعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس إيبولا في كل من غينيا والسيراليون سجل ارتفاعا كبيرا في الأسبوع الماضي في انتكاسة للآمال بقرب القضاء على الوباء. وأوضحت النشرة الصادرة عن المنظمة أن الحصيلة الأسبوعية للإصابات المؤكدة بالفيروس في غينيا والسيراليون
معا بلغت 35 إصابة مقابل 9 إصابات فقط في الأسبوع الذي سبقه. ووفقا لآخر الإحصاءات فإن الفيروس أسفر عن وفاة 11,120 شخصا من أصل 26,933 أصيبوا به، وغالبية هؤلاء هم في سيراليون وغينيا وأيضا في ليبيريا المجاورة لهما، والتي أعلنت خالية من الوباء في 9 مايو. مشاهدينا الكرام، نختم أخبار الساحل بفقرتنا المعتادة كسب حلال، نتابع. اسمي عبد الرحمن قتلات، عمل زين بس يجبر بعض الشيء، ما هو الكمية اللي يكسأل كانت تجبر زمن الفضاء حركة وارك الحل سنتين، والله ذاك الحل طيف شو هون مؤهد الفوقية، والله 500 وسلاليخ قلنا رجاوة أود 20,000 شيء، اسمع 20,000 يا الله وملي يعدلوها. مشاهدينا الكرام، لا نذكر بالعناوين. في مؤتمره السياسي الثاني، حزب الاتحاد وتغيير الموريتاني المعارض يؤكد تمسكه بالحوار كشرط لخروج البلاد من أزمتها السياسية. تعديل في مجلس الوزراء الموريتاني يطال 3 حقائب ويخرج وزيرين من تشكيلة الحكومة. مالي تجدد المواجهات بين منسقية الحركات الأزوادية وميليشيات تابعة لباماكو، عودة متسارعة لمربع العنف، وتنظيم داعش يتبنى الهجوم الانتحاري على مسجد علي بن أبي طالب بالعربية السعودية. شكرا مشاهدينا الكرام على كرم المتابعة، المزيد عن هذه الأخبار وغيرها تجدونه على صفحات موقعنا على شبكة الإنترنت www.sahel.tv. مطرة أسبوع سعيدة، في أمان الله.